وينضم إلينا في الأستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد القحطاني. دكتور محمد مساء الخير وأهلا بك. انطلاق القمة العربية 28 في البحر الميت بالأردن بحضور قادة وزعماء العرب، مثل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وألقى كلمته، استمعنا جميعا لهذه الكلمة، أشار إلى نقاط مهمة جدا في الشأن السوري والفلسطيني وأيضا القضية اليمنية والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن. أريد تعليقكم دكتور بداية على هذه القمة وكلمة خادم الحرمين الشريفين. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الله الأخوان المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة أن هذا اليوم من أجمل الأيام العربية، عندما يشاهد المواطن العربي من الخليج للمحيط زعمائه وقادته يجتمعون في أرض الأردن، أرض المجد والعز، أرض الشهامة والكرامة، وهم يجتمعون ويلقون كلماتهم وشجونهم وأفكارهم لعزة الأمة العربية ووحدتها وصفها. فنحن سعداء هذا اليوم بهذه القمة وهذا الاجتماع وهذه الطريقة التي شاهدنا فيها الزعماء يلوحون بما لديهم من أفكار ومن أمور تستدعي أن تتوحد الأمة العربية في صف واحد. القمة هذه هي قمة قد تكون قمة من أعظم القمم العربية من حيث التوقيت، فهي توقيت مهم جدا لما تواجه الأمة العربية من مشاكل محيطة بها. أيضا الوقت في موقعك في الأردن المجاب للمشاكل المحيطة. أيضا توافد الزعماء أصحاب الجلالة والرؤساء لهذه القمة أكثر من القمم السابقة، فهنا مؤشرات ومعطيات تعطينا أهمية هذه القمة، ونلمس من زعماءنا وقادتنا حبهم وسعيهم إلى وحدة الصف العربي. أما كلمة خادم الحرمين الشريفين فكانت كلمة شاملة ضافية، وضع النقاط الحروف بالمشاكل تواجهها الأمة العربية انطلاقا من القضية السورية التي مضى عليها الآن 6 سنوات، والشعب السوري دمر وذبح ابناءه بدون سبب، ولا يوجد هناك لا حل ولا طريقة تحمي هذا الشعب المنكوب. الملك سلمان حفظه الله تطرق إلى القضية اليمنية، قضية شائكة، ودعا في كلمته حفظه الله إلى الشرعية اليمنية وحدة الصف اليمني، كما أكد حفظه الله على أن المساعدات التي تنفذ إلى اليمن لم تصل إليه بأسباب الحوثة الخونة الذين صدون هذه المساعدات. ومن هذا المنطلق خادم الحرمين الشريفين يرى بعين إنسانية أن هؤلاء الشعب اليمني يحتاجون إلى مساعدة، فكيف يصدون عنها وهي تقدم لهم؟ القضية الليبية التي تشغل بال الشعب الليبي ثم قادة العرب لها طبعا وضعها الحالي، وتؤلم كل عربي بأن هذا الشعب يحتاج إلى استقرار وإلى توحيد صفه حتى يكون دولة عربية كالدول الأخرى. أيضا حفظه الله تطرق إلى القضية الأم، القضية الفلسطينية، نعم، التي تشغل بال العرب كلهم. وطبعا القضية الفلسطينية قضية أزلية وكبيرة بالنسبة للعالم العربي، ولكن نظرا للمشاكل المحيطة بالأمة العربية من تدخلات خارجية ومن إرهاب ومن تدخلات في بعض الدول، قد يعني لا أقول أنست الدول العربية، ولكنها وضعت حاجز قليل بالنسبة للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي القضية الأمة العربية، وهذا الشعب الفلسطيني يستدعي من الأمة العربية ومن زعماء الأمة العربية الوقوف في جانبها حتى يحصل على دولته المطلوبة لاستقراره ووضعه كدولة من الدول العربية. ولعل يعني دكتور محمد القادة وزعماء العرب يولون هذه القضية اهتمام بالغ وكبير، لكن أيضا من أبرز ما تحدث عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أن أبرز ما يواجه الأمة العربية وأخطر ما يواجه الأمة العربية هو الإرهاب والتطرف. نعم. أريد حديثكم عن هذه النقطة. نعم، هذا كلام صحيح. الإرهاب هو مرض، هو سرطان العصر، هو إبادة الشعوب، هو العائق الأكبر للتقدم والأمن والاستقرار. وأصبح هذا الإرهاب موجود في كل الدول،
ويغذى بجهات أخرى لا نعلم هذه الجهات، وممكن أن نعلم بعضها، ولكنه مؤثر في الأمن، في الاستقرار، في نهضة الشعوب. هذا التطرف والإرهاب يجب على أن يقضى عليه، يجب أن تكاتف الأيدي من أجل القضاء على هذا الإرهاب الذي يقلق ويؤرق كافة الشعوب العربية. لأنه هذا هو أكبر عائق للوحدة، أكبر عائق للتقدم، أكبر عائق للتنمية في, 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 في هذه الدول. فالأمن والاستقرار هو أساس الشعوب. ولذلك هذا الإرهاب هو يدمر هذه النواحي، وعدو مجهول لا تعرف منين كيف يطلع لك. نعم. إذا دكتور، أمام القادة العرب على طاولة هذه القمة العربية 28 عدد من الملفات المهمة، إن كانت التطورات السورية واليمنية والعراق ومكافحة الإرهاب، وأيضا والذي أريد أن نتحدث فيه أنا وأنت في هذه اللحظة، التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. هو الحقيقة أن دولة المجوس، هذه الدولة التي بغت والتي تدخلت في شؤون الدول العربية بغير سبب، ويعني رأينا مآسيها في سوريا، رأينا مآسيها في العراق، رأينا مآسيها في اليمن، رأينا مآسيها في البحرين. هذه دولة جارة ولكنها عدو في نفس الوقت، ولا تحترم الجوار، ومع الأسف أنها تدعي أنها دولة إسلامية وهي بعيدة عن الإسلام. نحن نرى تدخلها السافر في سوريا وقتلها الشعب السوري بدون سبب، أيضا تدخلها في العراق، هذا العراق بلاد الرافدين، بتدخلها السافر في زرع الفوضى في العراق وتشتيت أفكار العراق وتغذية الطائفية المذهبية التي ليس لها أساس في الوحدة أو في الصف العربي. نحن عايشين منذ زمن بعيد بإسلامنا، بديننا، بوحدتنا العربية، لم نرى هذا التدخل السافر إلا في هذا الوقت. ولذلك هذا التدخل السافر، وهم أوضحوا، وخادم الحرمين الشريفين أشار في كلمته أن التدخل في الشؤون الداخلية أمر خطير من قبل هذه الدول. فالتدخل في الشؤون الداخلية للغير أمر خطير، يزرع الفوضى، شتت الأمن. أيضا تدخلت في الشأن اليمني بدعم الحوثيين ومن ينتمون للمخرج. نعم، هم تدخلوا، ومع الأسف الشديد أن وجدوا لهم موطأ في الشعب اليمني الأبي، هذا الشعب العربي الأصيل. ولكن بفضل الله، ثم بفضل قيادة الحكيمة وملك الحزم والعزم الملك سلمان، عندما أطلق عاصفة الحزم. نعم. هذه العاصفة التي اقتالت الفكر المجوسي الخبيث في هذا الشعب الأبي العربي النظيف. فنحمد الله أن الله سبحانه وتعالى وفق قائدنا وحكومتنا وبلدنا على أن رد هذا التدخل السافر، وإن شاء الله أن يوم من الأيام نرى الشعب اليمني شعبا عايد بشرعيته وبحكومته وبشعبه، بعيدا عن التطرف وعن الإرهاب وعن التدخل السافر من قبل هذه الدولة البغيضة. نعم. ضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد القحطاني، شكرا جزيلا لك. حياك الله.